رئيس الجمهورية الرئيس المنتخب يتلقى رسالة تهنئة من رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة إعادة انتخابه لمأمورية رئاسية جديدة. وزير الدفاع الوطني يشرف على مناورات عسكرية في منطقة الطويلة. المندوب العام للتآزر يشرف على تدشين مدرسة ابتدائية بقرية أبدن ويضع حجر الأساس لشبكتين مائيتين في بلديتين دياغو وكرمسين. أهلا بكم مشاهدينا في مسائية الجمعة من قناة موريتانيا. تلقى فخامة رئيس الجمهورية الرئيس المنتخب السيد محمد والشيخ الغزواني اليوم رسالة تهنئة من فخامة السيد حسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية لمأمورية جديدة. وجاء في رسالة التهنئة: السيد الرئيس والأخ العزيز، إن إعادة انتخابكم الباهر لهذا المنصب السامي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية تتيح لي فرصة طيبة لأتقدم إليكم باسم شعبي وحكومة كوت ديفوار وأصالة عن نفسي بتهانينا الحارة والصادقة. وبهذه المناسبة السعيدة أتمنى لفخامتكم موفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق في ممارسة مهام منصبكم السامي، وأغتنم هذه الفرصة لأؤكد لكم استعدادي التام للعمل معكم دائما على تقوية روابط الصداقة والتعاون التي تربط بلدينا معا بكل سرور في تفاهم شعبينا. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والأخوة الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار. أشرف وزير الدفاع الوطني حنان سيدي على مناورات عسكرية في منطقة طويلة تسعى إلى تجريب عديد الأسلحة الحديثة التي اقتناها الجيش الوطني مؤخرا. وخلال يومين خاضت القوات المسلحة مناورات تدريبية جربت فيها أسلحة متطورة. يأتي الدور على مدفعية الميدان التي نجحت هي الأخرى في التجربة، وتأتي هذه المناورات التدريبية ضمن خطة عصرنة الجيش الوطني ومواكبته لآخر التقنيات الحديثة في مجال السلاح. ما شهدتموه منذ يوم الأربعاء الماضي هو نماذج محددة من أوجه التحديث العديدة التي شهدتها المؤسسة العسكرية والجيش الوطني تحديداً خلال السنوات الأخيرة. هذا التحديث شمل المسيرات الهجومية والاستطلاعية وأسلحة المدرعات والمدفعية وأنظمة التحكم والسيطرة ومختلف أنواع الأسلحة لسلاح المشاة. موريتانيا أصبحت اليوم بالفعل على طريق تحديث ترسانتها العسكرية بما يمكنها من حماية مواطنيها وضمان سيادتها على أرضها. كل هذه التدابير الدفاعية هي في حقيقة الأمر تجسيد للعقيدة القتالية الوطنية، العقيدة العسكرية القتالية الوطنية القائمة على مبادئ احترام سيادة الدول وعدم الاعتداء والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. أثبتت هذه التجربة رباطة جأش قواتنا المسلحة وقدرة أفرادها على إصابة الهدف بدقة عالية في محيط إقليمي مضطرب، حيث تنشط الجماعات المسلحة والإرهاب العابر للحدود. إلا أن التطور الذي شهده الجيش الوطني سيعزز قدرته على تأمين حوزتنا الترابية، وقد اقتنى الجيش الوطني في الآونة الأخيرة سلاح المسيرات الذي يعد سلاح الهجوم العصري لقدرته الفائقة على تعديل لموازين القوى نظرا لقوته التدميرية.
سلاح المدفعية، وهو الذي يساهم في تدمير حصون العدو ويمهد الطريق لتقدم المشاة في ساحة المعركة، وكذا سلاح الدروع الذي يعمل على تدمير قوة العدو ومراكز قيادته في ساحة المعركة وشل فاعلية قواته. هي أسلحة متنوعة وحديثة باتت بحوزة الجيش الوطني بهدف واحد، حماية الوطن والمواطن وفرض سيادة الدولة. وقد حضر اختتام الرمايات التدريبية إلى جانب قائد الأركان العامة للجيوش اللواء محمد فالو للرئيس الرئيس، قائد الأركان العامة للجيوش المساعد، وعدد من قادة الفرق والمديريات بالأركان العامة للجيوش. دروس كثيرة استفادها الجيش الوطني من مناورات الطويلة التي تم خلالها تجريب العديد من الأسلحة الحديثة والمتطورة، والتي ستزيد الجيش الوطني قوة إلى قوته. محمد عمر بلول، الموريتانية، من منطقة الطويلة شمال العاصمة نواكشوط. في الشأن البرلماني، خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية اجتماعها المنعقد مساء اليوم برئاسة النائب محمد المختار محمد محمود المختار نائب رئيس اللجنة للدراسة المعمقة لمشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي بين الدولة والشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال للفترة 2024-2026. وخلال الاجتماع قدم وزير الزراعة مومو والبيباتة أمام أعضاء اللجنة عرضا تضمن أهم بنود مشروع القانون قيد الدراسة وأهميته. خصصت لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية اجتماعها الذي انعقد صباح اليوم برئاسة النائب المختار خليفة رئيس اللجنة للدراسة المعمقة لمشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على البروتوكولين الموقعين بمونتريال بتاريخ 6 أكتوبر 2016 المتضمن تعديل المادتين 50 ألف و56 من اتفاقية شيكاغو الصادرة بتاريخ 7 ديسمبر 1944 المتعلقة بالطيران المدني الدولي. وخلال الاجتماع قدم وزير التجهيز والنقل محمد علي والسيدي محمد عرضا تضمن أهم بنود مشروع القانون وأهميته. أشرف المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء التآزر صباح اليوم في مركز إنجاغو الإداري على تدشين مدرسة ابتدائية بقرية أبدن، كما وضع المندوب حجر الأساس لشبكتين مائيتين في بلدتي إنجاغو وكرمسين. بقطع هذا الشريط الرمزي من طرف المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر حمود المحمد رفقة والد رارزة محمد أحمد مولود والسلطات الإدارية والمقاطعية، تكون قرية بدن قد تعزت بمدرسة ابتدائية جديدة مكتملة الأقسام ومجهزة بالطاولات. تدخلت بها مندوبية التآزر في إطار تتبعها بخيوط النسيج الاجتماعي لجيوب الفقر في مختلف مناطق البلاد. اليوم لنا الشرف أعلن نزور مقاطعة كرمسين، بدأنا اليوم صباحا بعاصمة المقاطعة كرمسين وتابعنا شور المركز الإداري وبلدية إنجاغو. ياك ندشنوا ذي المدرسة المتكاملة اللي فيها عدد من الأقسام معتبر وفيها كذلك الأدوات التربوية وفيها سكن ومكاتب الإدارة، هي مبنية على 3100 متر مربع، وطرحنا الحجر الأساس كذلك لربط شبكة المياه اللي هي تستفيد منها كما أسلف العمدة 3000 إلى 4000 مواطن، واللي هي تربط 4 قرى
إن شاء الله تعالى بشبكة المياه الموجودة كانت هون. وطلقنا في كرمسين خزان مائي بطاقة 100 متر مكعب. هذه الخطة خطة واعية وواعدة بإذن الله تعالى. رسمها وواكبها فخامة رئيس الجمهورية محمد بن الشيخ الغزواني لصالح الفئات الهشة ومعالمها مكافحة الفقر والمرض والجهل. وياك نقدو نرفعوا التحديات، يا الله نعملوا علنا نعدلوا الوطن الجسد الواحد. ياك ذي التحديات اللي نواجهه نقدو نواجهوها كاملين بهذه التحديات، ما تميز بيننا ووحدتنا ولحمتنا الاجتماعية هي اللي تقد تسمح لنا علنا نتقلبوا على الجهل وعلى المرض. كلمة الشكر والامتنان باسم السكان جاءت على لسان عمدة بلدية جاقو. إنه لشرف لي عظيم أن أرحب بكم باسم سكان بلدية جاقو بهذه المناسبة السعيدة التي تجمعنا اليوم والمتمثلة في حدث مزدوج له أهمية كبيرة في مستقبل بلدنا. ويتعلق الجانب الأول من هذا الحدث بتدشين مدرسة كاملة الفصول لصالح أطفال قرية أبدن وجوارها، ولا يراودني أي شك في أن هذه المؤسسة المدرسية ستقوم بدورها على أفضل وجه. أما الجانب الثاني فيتعلق بتدشين شبكة للمياه تمتد من قرية أميدينة حتى سبيخات الزيرة مرورا بحوالي 10 قرى، وستمكن هذه الشبكة من توفير الماء الصالح للشرب لما يناهز 3000 أو 4000 نسمة. وفي مقاطعة كربسين أشرف المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر على وضع الحجر الأساس لبناء خزان مائي سيعزز خدمات المياه في قرية ابن ناجي والقرى المجاورة لها في مدينة كربسين. وقد تابع الوفد شروحا فنية حول مكونات هذا المشروع الذي يعول عليه السكان كثيرا في توفير الماء الصالح للشرب في المنطقة، حسب ما أكده عمدة بلدية كربسين في كلمته الترحيبية. ها أنتم اليوم تشرفون على تدشين مشروع طالما انتظرته ساكنة بلدية كرمسين، فاستبشرت به خيرا قبل الإكمال، وها هي تكمل فرحتها بالمشروع بعد التنفيذ والذي كنتم الباصمين عليه. المندوب العام، ساكنة كرمسين تشكر وتثمن ما قام به صاحب الفخامة السيد محمد الشيخ الغزواني من إنجازات في مأموريته المنصرمة، ومتأكدين من تعزيز ومواصلة تلك الإنجازات في هذه المأمورية. نشير إلى أن مندوبية التآزر تدخلت في مقاطعة كرمسين لدعم المواطنين الأكثر فقرا من خلال برامجها الاجتماعية المتعددة. مختار بابو الأحمد، قناة الموريتانية، كرمسين. مشاهدينا، بالعودة إلى العنصر المتعلق بالمناورات العسكرية التي جرت اليوم في منطقة طويلة، حيث أشرف وزير الدفاع الوطني حنان السيدي على مناورات عسكرية في منطقة طويلة تسعى إلى تجريب عديد الأسلحة الحديثة التي اقتناها الجيش الوطني مؤخرا. وخلال يومين خاضت القوات المسلحة مناورات تدريبية جربت فيها أسلحة متطورة. في منطقة طويلة شمال العاصمة نواكشوط تتحرك الآليات العسكرية والجنود استعدادا لمناورات تدريبية تجري تحت إشراف وزير الدفاع الوطني حنان السيدي وقائد الأركان العامة للجيوش الفريق المختار البلو الشعبان. تهدف هذه المناورات إلى الوقوف على جاهزية الترسانة العسكرية لبلادنا والتي تم تحديثها وفق استراتيجية محكمة. هنا غرفة التحكم اطلع عليها وزير الدفاع الوطني، حيث بات كل شيء جاهزا لتجربة منظومة الصواريخ المضادة للطائرات، بينما يعمل هذا الرادار على رصد الهدف لإطلاق النار عليه. دقة في التصويب وإصابة للهدف.
لا تتأثر بالزمان ولا المكان، وبإمكان هذه المنظومة اعتراض أي هدف جوي من مسيرات وطائرات وصواريخ. وضمن المناورات العسكرية جرب الجيش الوطني منظومة الصواريخ المضادة للدبابات والتي أثبتت نجاعتها بامتياز. يأتي الدور على مدفعية الميدان التي نجحت هي الأخرى في التجربة، وتأتي هذه المناورات التدريبية ضمن خطة عصرنة الجيش الوطني ومواكبته لآخر التقنيات الحديثة في مجال السلاح. ما شهدتموه منذ يوم الأربعاء الماضي هو نماذج محددة من أوجه التحديث العديدة التي شهدتها المؤسسة العسكرية والجيش الوطني تحديداً خلال السنوات الأخيرة. هذا التحديث شمل المسيرات الهجومية والاستطلاعية وأسلحة المدرعات والمدفعية وأنظمة التحكم والسيطرة ومختلف أنواع الأسلحة لسلاح المشاة. موريتانيا أصبحت اليوم بالفعل على طريق تحديث ترسانتها العسكرية بما يمكنها من حماية مواطنيها وضمان سيادتها على أرضها. كل هذه التدابير الدفاعية هي في حقيقة الأمر تجسيد للعقيدة القتالية الوطنية، العقيدة العسكرية القتالية الوطنية القائمة على مبادئ احترام سيادة الدول وعدم الاعتداء والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. أثبتت هذه التجربة رباطة جأس قواتنا المسلحة وقدرة أفرادها على إصابة الهدف بدقة عالية في محيط إقليمي مضطرب، حيث تنشط الجماعات المسلحة والإرهاب العابر للحدود. إلا أن التطور الذي شهده الجيش الوطني سيعزز قدرته على تأمين حوزتنا الترابية، وقد اقتنى الجيش الوطني في الآونة الأخيرة سلاح المسيرات الذي يعد سلاح الهجوم العصري لقدرته الفائقة على تعديل لموازين القوى نظرا لقوته التدميرية. سلاح المدفعية وهو الذي يساهم في تدمير حصون العدو ويمهد الطريق لتقدم المشاة في ساحة المعركة، وكذا سلاح الدروع الذي يعمل على تدمير قوة العدو ومراكز قيادته في ساحة المعركة وشل فاعلية قواته. هي أسلحة متنوعة وحديثة باتت بحوزة الجيش الوطني بهدف واحد، حماية الوطن والمواطن وفرض سيادة الدولة. وقد حضر اختتام الرمايات التدريبية إلى جانب قائد الأركان العامة للجيوش اللواء محمد فالو للرئيس الرئيس، قائد الأركان العامة للجيوش المساعد، وعدد من قادة الفرق والمديريات بالأركان العامة للجيوش. دروس كثيرة استفادها الجيش الوطني من مناورات الطويلة التي تم خلالها تجريب العديد من الأسلحة الحديثة والمتطورة، والتي ستزيد الجيش الوطني قوة إلى قوته. محمد عمر بلول، الموريتانية، من منطقة الطويلة شمال العاصمة نواكشوط. إلى هذا الحد تنتهي الفقرة المخصصة للغة الإشارة. نشكر سلمو لحفظه الذي رافقنا فيما مضى من هذه المسائية. افتتحت مساء اليوم بالعاصمة أعمال المؤتمر العلمي الأول لعلم الأوبئة الميداني بمشاركة العديد من الخبراء الوطنيين والدوليين. ويهدف هذا المؤتمر المنظم من طرف المنظمة الموريتانية لعلم الأوبئة الميداني إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال علم الأوبئة. من الخبراء الوطنيين ومن دول الجوار ينطلق المؤتمر العلمي الأول لعلم الأوبئة الميداني. وينظم المؤتمر من طرف المنظمة الموريتانية لعلم الأوبئة الميداني بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية. إن علم الأوبئة الميداني يعد تخصصا علميا هاما يلعب دورا رئيسيا في مكافحة الأمراض المعدية والسيطرة عليها، ونحن في موريتانيا ندرك تماما أهمية هذا التخصص ونعمل جاهدين على تطويره وتعزيزه. وإقامة هذا المؤتمر العلمي هو خطوة هامة في هذا الاتجاه، وهداه تسليط الضوء على أهمية علم الأوبئة الميداني، تبادل الخبرات والمعارف بين المختصين في هذا المجال، تطوير مهارات المختصين في علم الأوبئة الميداني، تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لمكافحة الأمراض المعدية.
ممثلة منظمة الصحة العالمية في بلادنا شارلوت فاتنجاي ذمنت مبادرة تنظيم هذا المؤتمر، شاكرة المنظمة الموريتانية لعلم الأوبئة الميداني وقطاع الصحة على التحضير الجيد له، متحدثة عن التحديات التي يواجهها العالم من حين لآخر بسبب انتشار الأوبئة. من جانبه تحدث رئيس المنظمة الموريتانية لعلم الأوبئة عن ما يتوخى من وراء هذا المؤتمر العلمي الأول من نوعه. يهدف هذا المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهمية هذا العلم اللي هو علم الأوبئة الميداني وتبادل الخبرات والمعارف بين المتخصصين في المجال وتطوير مهاراتهم وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لمكافحة الأمراض المعدية وكذلك الأمراض الغير معدية. وينتظر من هذا اللقاء العلمي إصدار توصيات ومقترحات تسهم في الحد من مخاطر الأوبئة. أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية أن مقاييس المطر سجلت خلال 24 ساعة الماضية هطول كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد، وذلك على النحو الآتي: نفتح نافذتنا على الأنباء الدولية، لكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد.
أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تعتزم استئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا الأسبوع المقبل بنحو 54 مليون دولار. وجاء في بيان المفوضية أنه سيتم إصدار شريحتين ثانية وثالثة بقيمة 17.3 مليون دولار في وقت لاحق. وأضاف البيان أنه إلى جانب دعمها للأونروا تظل المفوضية ملتزمة بمعالجة المحنة الإنسانية للشعب الفلسطيني لا سيما في قطاع غزة وعلى نطاق أوسع أيضا في المنطقة. أعلن الحوثيون في اليمن استهداف إسرائيل بطائرة مسيرة في عملية نوعية أسفرت عن مقتل إسرائيليين وإصابة آخرين. ويظهر المقطع الذي بثته القناة 13 الإسرائيلية جسما طائرا يصل من اتجاه البحر بعد منتصف الليل ويعبر الساحل وخلال ثوان معدودة ينفجر بقوة وسط تل أبيب. وفتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا لمعرفة سبب عدم اعتراض المسيرة التي أطلقها الحوثيون باتجاه تل أبيب وسط تضارب في البيانات العسكرية واتهامات من المعارضة لحكومة بنيامين نتنياهو بالفشل في حماية إسرائيل. تسبب انقطاع تقني عالمي لشبكة الإنترنت الجمعة في إرباك عمليات العديد من الشركات والهيئات في مختلف البلدان في العالم ليشمل المطارات ووسائل الإعلام والبنوك. وأعلنت شركة مايكروسوفت أنها بصدد اتخاذ إجراءات لإصلاح أعطال في الخدمة بعد تحديد المشكلة التي تسببت بالعطل المعلوماتي. أدى خلل تقني في أحد خوادم شركة كرواد سترايك إلى تعطيل عمل العديد من وسائل الإعلام والمستشفيات والمطارات والمؤسسات في العالم. وقالت شركة كرواد سترايت للأمن السيبراني إنها على علم بالتقارير عن خلل في نظام ويندوز المشغل لأحد الخوادم. ولاحقا أعلنت الشركة أنه تم تحديد المشكلة التي تسببت بعطل معلوماتي شل العديد من الشركات عبر العالم ويجري تصحيحها. بدورها قالت وكالة الأمن السيبراني الفرنسية أن لا دليل على أن العطل التكنولوجي العالمي ناجم عن هجوم إلكتروني، مؤكدة أن الفرق مجندة بالكامل لتحديد المؤسسات المتأثرة في فرنسا ودعمها ولتحديد مصدر هذا العطل. من جهتها قالت شركة مايكروسوفت إنها تمكنت من إصلاح سبب الخلل التقني الذي أصاب بعض التطبيقات والخدمات، إلا أن تداعياته ما تزال تؤثر على بعض المستخدمين وفق تصريحها. وقالت وكالة الطيران الأمريكية إن الخطوط الجوية الأمريكية أعلنت توقف حركة الطيران بسبب مشكل في الاتصالات. كما أعلن مطار برلين اليوم مقفل الرحلات الجوية حتى الساعة 8 بتوقيت غرينتش، حيث قالت الشركة المشغلة للمطار إن المطار يعاني من تأخير في تسجيل وصول الركاب بسبب خلل فني. قالت كذلك الخطوط الجوية التركية اليوم أنها تواجه مشكلات في أنظمة الحجز وتسجيل وصول الركاب وإصدار التذاكر بسبب خلل فني عالمي. في سياق ذاته قالت ستة مصادر في قطاع النفط والغاز لرويترز إن عدد مقرات رئيسة لتداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة تواجه اليوم صعوبات في تنفيذ المعاملات بسبب تعطل الإنترنت. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أكبر شركة مشغلة للسكة الحديدية في بريطانيا قولها إنها تواجه مشاكل فنية واسعة محذرة من إلغاء رحلات بسبب ذلك. مسائيتنا انتهت. تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية الرئيس المنتخب يتلقى رسالة تهنئة من رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة إعادة انتخابه لمأمورية رئاسية جديدة. وزير الدفاع الوطني يشرف على مناورات عسكرية في منطقة الطويلة. المندوب العام للتآزر يشرف على تدشين مدرسة ابتدائية بقرية أبدن ويضع حجر الأساس لشبكتين مائيتين في بلدتين دياغو وكرمسين. أخبار الولايات والنجح أحمد بعد قليل.